الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو سأقدم كيفية تحضير كاران، وهي وصفة اقتصادية يحبها الكثير من الناس. نحتاج في هذه الوصفة إلى عبر واحد أي غرفية من الحمص مطحون ومنخول جيدا، 3.5 غرافي ماء، ملعقة كبيرة ملح أو الملح حسب الذوق، حبة بيض، كأس حليب. وهذه الوصفة خصيصا سأحضرها اليوم لأختي ماليكا الموجودة في فرنسا. Je présente cette recette spécialement pour ma sœur Malika qui est en France et j'aimerais bien qu'elle sera satisfaite après sa préparation. ماليكا نتمنى تجربي هذه الوصفة وتنجحي فيها إن شاء الله. سنخلط كل المواد، حمص مطحون، ماء، وهي وصفة محبوبة عند الكثير من الناس. نصف أخلط كل المواد جيدا. في هذه الأثناء نسخن الفرن على درجة 200 درجة مئوية ونشعله من فوق. كران يطهى من فوق اولا، وان كان الفرن يشعل من الفوق من التحت، من التحت يكون الفرن قليل ومن الفوق يكون قوي. نحتاج الى هذا المول، مول ندهنه جيدا بالزيت. هذا المول هو 30 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، نضع فيه مقدار كافي من الزبده. ونسيت أن أذكر في المقادير 4 معالق كبار من الزيت نضيفهم الآن. قلت أسخن الفرن، نضع الكران يطهى من الفوق، يكون الفرن مشعول قوي. هكذا نحصل على هذا الخليط.